وصلتنا لفقرة المطبخ مع الشيف علا نيروخ. يسعد صباحك يا علا. صباح الخير هبه وصباح الخير من جديد لشهد. اليوم شهد يعني مبسوطه والابتسام هيك على الوجه والوانها بتجنن. والوانها هيك مريحه والوانك بتجنن. فان شاء الله الله يجعل ايام متابعينا الافاضل بحلاوه الالوان اللي احنا لابسينها. صباحكم سعيد من جديد بالساعه الاخيره من برنامجنا الصباحي بمطبخ يوم جديد. تحديدا اليوم بالمطبخ راح اعطيكم فكره، وهي فكره مثل القنبله. الست اللي ملهاش طول تبع راح تحسها انها مزعجه نوعا ما، لانه بدها شويه تكنيك. بس للناس اللي بتحب الافكار الصرعه، او خلينا نحكي الافكار المجنونه، راح ينبسطوا عليها. بالاضافه الى ترايفل بيستاشيو اللي هو طبقات من الكريمه والكيك والفستق الحلبي. بسم الله وعلى بركه الله نبدا. اليوم زميلتي هبه مرعي راح تستقبل معاكم فيسبوك، سوشيال ميديا، اتصالات، مسجات، اسئله زي ما بتحب شاهد، بس راح تنوب عنها اليوم هبه. راح اساعد على شوي الجاجة يا هبة، دير بالك الجاجة لازم أساعدها فيها. المقادير على الشاشة يلا. نعم، نحتاج ل طبعا قنبلة الدجاج بالمشروم والأجبان. نحتاج لدجاج كامل مسحب 1200 جرام، نحتاج لخيط فرن، ملح، فلفل، هيل وبهار دجاج، زعتر ناشف. كمان بنحتاج للحشوة ربع إصبع زبدة، كوب قطر أبيض، وكوب ذرة معلبة عسل يعني. أوكي. كمان نحتاج كوب جبنة شيدر، نصف كوب جبنة موزاريلا، وملح وفلفل. خلطة الدهن نحتاج لنص إصبع زبدة، معلقة كبيرة صوص باربيكا، ومعلقة صغيرة خردل. نعم. كمان نحتاج لمعلقة كبيرة عسل، معلقة كبيرة زيت نباتي، وملح وفلفل. نحتاج للتقديم بروكلي، جزر بيبي، ذرة مسلوقة، وبطاطا بيبي مشوية. والله هالقنبلة غير شكل يعني. هي قنبلة. يلا أنا عم بشير لكم بالبث المباشر يلا. على صفحة يوم جديد، على صفحة التلفزيون الأردني، تمام. على كل الصفحات اللي بتعود لي على فيسبوك، فأي مكان بتحبوا تحضرونا هذا شرف لإلنا، وفقرتنا ما بتكمل إلا بمتابعينا الأفاضل. أي سؤال رح تكمل معاكم هبة ورح أعطيكم تفاصيل. واليوم اسمحوا لي أعطيكم درس صغير عن بعض السكاكين المستخدمة بعملية التسحيب، تمام يا أمار؟ تمام. يوم. هلأ إحنا مبدئياً رح نحتاج لدجاج، وحكت لكم هبة بأنه وزنها 1200 يعني كيلو 200 جرام، 1500 منيح، بس هو عادة لحم الدجاج لما يكون كيلو لكيلو 200 كيلو 300 بتكون كتير طيبة. شوفوا معاي، أول إشي خلينا نحكي عن السكاكين. هاي السكاكين للتسحيب، شايفة كيف بتتحرك معاي السكينة؟ هاي السكينة اللي هي لتسحيب السمك، لأنها بحجم السمك. لما أجي بدي أسحب السمكة بحط السمكة على البورد، تمام، وبتكون هي معاي على قد حجم السمكة عشان تمشي معاي بهواء العظم، فهي نوعا ما بتتحرك معاكي. فليتنج نايف اللي هي هاي السكينة، تمام. طبعا سعرهم مش رخيص إذا كانت ذات جودة عالية. هاي سكاكين سويسرية، شايفين كتير ماضية تتحرك. هاي للسمك بحجم السمكة. هاي السكينة اللي هي لتسحيب الدجاج واللحم، اللي هي بتمشي معاي على هواء الشغل اللي أنا بدي إياه بحجم اللي هي الدجاج واللحم. طريقة مسك السكين بهذا الشكل، وبعدين إحنا بنعتمد بهاي الخطوة على اللي هي رأس السكين تحديدا. هون هون بيكون الشغل. هاي السكينة اسمها ديبونينج لايف، ديبونينج نايف، اللي هي سكين التسحيب للدجاج واللحم، بتكون القصيرة. الطويلة اللي هي سكين التسحيب تبع السمك، تمام الكلام. رح نحتاج كمان لخيط الفرن. هلأ هاي البكرة عادة نشتريها يعني للناس اللي بتشتغل كتير باللحم والروستو وال وكمان ما بيزبط الخيط العادي بترب. لا، لأنه رح ينحرق معاي، فهذا الخيط تماما موجود منها بكرات صغيرة بحجم البيت، بتلاقيها عند المحلات اللي بتبيع تجهيزات المطاعم والفنادق في حجم أصغر، حتى هي غالية شوي لأنها بحجم كبير. رح ناخد. عم بيسألوا عن المقادير علا، عم بيقولوا في كان خطأ بالمقادير. اللي هي قطر أبيض ولا فطر أبيض؟ فطر أبيض وعسل فيه. وعسل فطر أبيض. تنين. نعم. تمام. جل من لا يسهو. هلأ إحنا رح ناخد بطول المتر 4 خيطان بالضبط، تمام؟ هي الأربع خيطان أنا قصيتها، رح أمسكها من النص، خير الأمور أوسطها، تمام؟ وبعدين رح أروح أعقدهم مع بعض، أربطهم عقدة وأسحب مكان ما أنا مسكت وبشد عشان تكون بالنص تماماً.
مش بالنص. خلينا نحلها ورح ناخذ معاكي شوية كومنتس وتصريحات. بدنا نقول صباح الخير لأهلنا بالعقبة، نايف عليه ويسعد صباحك يا رب. إيمان العزازمة صباح الخير. ياسمين العتوم يسعد صباحك يا رب، شكرا لإلك. يسعد صباحهم. وكمان معانا نور، يسعد صباحك يا نور، صباح الخير. إيمان العزازمة يسعد صباحك يا رب. رشا صباح الخير يا رشا. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان أرقام الهاتف رح تظهر على الشاشة لحتى تسمعونا أصواتكم ونصبح عليكم. وأكيد أي سؤال بتحبوا تسألوا للشف علا بتكون معاكم أكيد. تمام يا أمر. هلأ بالنسبة للدجاج قدامك حل من اثنين. هلأ هاي الدجاجة زي ما هي أنا جايبتها من السوق، بجوز تستغربوا من الأفكار، هي مسحبة زي ما هي كاملة، بس مسحبة مسحوب منها العظم تماما هبة تماما. هاي مبدع اللي سحب لك يا صراحة. صراحة بالمصنع. رح أدلكم عليها المكان للي بيحب يجيبها. هيها شايفه فيش فيها ولا عظمة، فإحنا فقط رح نستغني اللي هي جنب المفصل. قلنا في رأس السكين لما أسحب دجاج إذن في رأس السكين رح أمشي. تمام. قديش السكينة مهمة وضرورية؟ طبعا شايفة جنب المفصل، لأني أنا إذا جرحت المفصل مكانه رح يصير ينزل دم ويخرب لي قطعة اللحم قطعة الدجاج أيا كان. إذا أنا جنبها. للي ما بتعرفي براس أصبعك حسي وين المفصل، ابعدي عنه سنتي زي هيك حسي، بعدين في راس السكين بتمشي فيه وبفك معاكي بدون ما ينزل منه دم نهائيا ويخرب لي القطعية سواء كانت دجاج أو كانت لحم. هذا واحد. اثنين، أنا موجودة عندي هيك. هلأ هذا المحل إذا مش قريب عليكي بتروحي عند اللي هو البوتشر شيف، شيف الملحمة في قسم اللي هي المول. تمام. وبتقولي له صحب لي إياها، رح يصحب لك إياها من منطقة الظهر، من هون رح يسحب سلسلة الظهر ويفتح لك إياها بترفلاي. فأنا لأني لقيتها هيك جاهزة فرح أروح أفتحها من منطقة البطن عشان أخذ الشغل اللي أنا بدي إياه. معاكي هبة إحنا مكملين. رح أشيل هاي. تمام. ورح نشيل هاي كمان ما بدنا إياها. بعدين رح أروح برأس السكين وأسحب منطقة اللي هي الجلد اللي هي موجودة وين؟ عند الصدر، وأقصهم عن بعض. طبعا هاي يعني إذا ما بدك هاي الوصفة بس بدك الفكرة جربيها على الفحم وشوفي كيف ربع ساعة وبتستوي معاكي القطعية. رح أفتحها زي هيك وأمدها. هلأ هون عندي هاي الدجاج موجودة. تمام. بعدين رح أفك من هون شوي أوكي، ورح أطلع من هون عندي الفخذ العريض اللي هي الموزة تقريبا أوكي. رح أرجع أعمل كمان هيك وأطلع. هاي هون صار عندي الصدر، هاي هون عندي الجلدة، وهون عندي منطقة الفخذ العريض. بعدين بروس أصابعي بمسك زي هيك وبعملها زي قطع الفيليه بدون ما أمشي للأسفل، بدون ما يمسك أوصل للجلدة. نعم، بدون ما يمسك البورد السكين، بس أنا بدي أعمله زي قطع الفيليه هيك. شايفة السبب أنك بدك تخلي الجلدة؟ بدي أخلي الجلدة عشان أنا بدي أطبقها وتصير قنبلة. تمام. يلا يا أمر متابعين معك. يلا أم محمد يسعد صباحك يا رب. بيان صباح الورد. زكريا الطراونة صباح الخير. ياسمين العتوم يسعد صباحك. وأم عبد اللي يسعد صباحك، شكرا لإلك، أنت الوردة. كمان فاطمة عودة صباح الفل والورد والياسمين. وردة الحياة يسعد صباحك يا وردة الحياة. اليوم عاملين قنبلة بالدجاج محشية، أشياء كتير طيبة، خليكي معانا. الله يستر منها الاسم بس. منال هاشم يسعد صباحك. أم عمار صباح الخير. رشا حبيبة قلبي شكرا. هادي كمان يسعد صباحك يا رب. إذن أنا هون إيش عم بعمل لهبة؟ قطعت فيليه من الفخذ العريض، طلعت على منطقة الصدر، قطعتها فيليه، مسكت اللحم برؤوس اصابعي ومشيت بهذا الشكل، شرحتها. تمام. نقدر ندق دق ولا احسن هيك بس؟ لا هلا بدق رح يفرط قطعه الدجاج، رح تفرط وتفرط الحشوه اللي بالداخل. هلا انا هيك في رؤوس اصابعي بموج في اللحم عشان يصير في عندي قاعده من الدجاج، بمسكها من تحت جلد، بطلت دجاجه كامله صح. ومن هون كمان منطقه الموزه تبعت الدجاجه هي فكرة. هيك بعدين رح نروح فلفل أسود. بسم الله معك يا أمر. رشا بتقول لك قديش السكينة مهمة. طبعا يا رشا مهمة، إذا ما كانت ماضية ما حتعرفي تشتغلي فيها أصلا.
يعني هلا انت مش ضروري تجيبي زي سكينتي، هذه سكينه مطابخ، اي سكينه ماضيه منيحه يعني تكون معك عشان تساعدك. بالنسبه للتصحيب للي ما بيعرف هو جدا سهل، بس بدك تخلي جسم السكينه يلامس العظم وتمشي مع العظم وحركته، ولكن انت ممكن تخلي يعني سحب لك اياها بنص دينار بياخذ اجار ايده وبتضل الامور طيبه. حطيت فلفل اسود، ملح، بدي املح الدجاج. طبعا بذكركم بارقام الهاتف اللي تظهر على الشاشه لحتى تتواصلوا معنا وتصبحوا علينا اكيد، واي استفسار للشيف علا معاكم. طبعا ملح، فلفل اسود، هيل مطحون، تمام، والبهار العثماني اللي حكيت لكم عنه امبارح. كثير اسئله كثير وبعتذر ما قدرت اجاوبكم، بس برجع باكد انه مكانه عند اي محل عطار، قولي له اعطيني بهار تركي او بهار عثماني، ما في حطي بهار جاج او بهار الكيجن، وهيل مطحون، زعتر ناشف، اوريجانو، ملح وفلفل، بعدين نفس الشيء هيك عشان ما افك الجاج من مكانه. بعدين راح اروح اشغل الغاز معك بقى. ام ريتال يسعد صباحك يا رب، بتصبح علي وعليكي شف علا. نعم. ساره يسعد صباحك، رمزي، ام يوسف ابو جراده الله يحفظكم ويسعد صباحكم، نوال كمان يسعد صباحك يا رب، صباح الخير لكل اللي عم بتواصلوا معنا على الفيسبوك. انا شويه تعليقات عندي معلقه ما عم تطلع. انا عبالي زي ايام رمضان الوقت. ركض. تمام. قولي لي هلا رح نجيب الاربع خيطان. تمام. قولي يلا احكي. قولي هبه. خلص بدي اسالك ليش ربطتي الخيط؟ ليش ربطنا الخيط؟ عشان هاي العقده راح اعمل انا الخيوط زي الشبكه، وهي الشبكه تحمل قنبله الدجاج. خلينا نشوف، راح نحطها بسنتر البوله، ونقي بوله صغيره عشان على حجم الدجاج. انا مش جايبه دجاج كبير لاني انا ما بحب طعم الدجاج الكبير شو ما كنت بدي اسوي. تمام. فحم شوي. وهبه احنا معك رح نستغل اي تصبيحه اي سؤال حياهم الله. اكيد اي سؤال بتحبوا تسالوا ابعثوا لنا. يلا نقول صباح الخير للانا، يسعد صباحك. صباح الخير، كيف حالك يا لانا؟ تمام. لارا معك؟ لارا مو لانا، لا دانا. دانا لارا. يسعد صباحك يا دانا. لارا يا ستي يلا. لا دانا ولا لارا ولا لانا. لارا صباح الخير. لارا يسعد صباحك يا لارا. اخبارك؟ يلا كل حدا اسمه دانا لارا اخذ صباح من عندنا. كيف حالك اليوم؟ كيف اصبحتي؟ تمام منيحه. تعرفي انا بموت عليك صراحه. ايش بموت عليك الشيف يا حبيبه قلبي. شكرا يا اختي، لما اشوفك هيك بنبسط. ايش حكت؟ انا ما عم بسمع. هي بتنبسط وبتحبك كثير. وشكرا لك يا لارا، انت زي القمر واحنا بنموت عليكي كمان. سعد قلبها. هيك انا زعلتك غلطت باسمك ثلاث مرات. لا عادي عادي. حبيبه قلبي نورتينا. قولي لي شو رايك بوصفه الشيف علا اليوم؟ بتجنن. بس عندي استفسار صغير. قولي يا قمر. قمر تفضل. كيف قدرت تسحبي الدجاج هيك؟ صراحه انا بموت على الاشياء هاي بس ما بعرف اسحبه. تيبونينج نايف، سكين التسحيب للدجاج، ولكن للغير متمرس ممكن تنتفي الدجاجة وتروح اتلاف وما تزبط معاكي. روحي عند اللحام اللي بالمول بيسحب، قولي له هاي الدجاجة وسحب لي اياها، بحط عليك ربع دينار. بدي اعملها قنبلة. قولي له على طريقة الشف علا. بالضبط بسحب لك اياها يا قمر. وفي مكان ببيعها مسحبة، وفي صغير وفي كبير، بدلكم على الفيسبوك بعد الحلقة. ابشري. إذا أنا هون حطيت قطعتين من الزبدة، رح أجيب الوايت مشروم فطر أبيض طازج حصراً معلب ما بزبط أبداً، رح يقلب معاكي المعلب لونه أسود، وكمان رح يبخ مي على الجبنة ورح يخرب لي كل الشغل اللي أنا اشتغلته. فدائماً يعني ها خلي إيدك ميزان. تمام. رح أروح أقليهم مع بعض تشويحة خفيفة وأجهز للوصفة. بس قبل ما أجهز الوصفة لازم أغير الجلافز. يلا ياسمين العتوم بتقول لك كثير حابه تعملي لها كبه بالصينيه، حابه على طريقتك. حاضر امر نعملها هاليومين. تمام يلا نقول الو، معنا كمان اتصال. صباح الخير. انا كمان اتصال. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفين على حالك؟ الحمد لله. أم طارق أبو جلو. اسمك عفوا؟ أم طارق. يسعد صباحك يا أم طارق. كيفك اليوم؟ قولي يا أم طارق صح صحي معانا. صباح الخير. صباح الورد. اسمعينا من التليفون ست الكل.
صباح الورد. يا صباح الفل يا رب. بس توطي التلفزيون شوي من عندك لو سمحتي عشان نسمعك وتسمعينا منيح. نعم. قولي يا ستي. أم طارق بدي أكلم على الشيطانة. تفضلي حبيبتي معك. تفضلي أمري. قولي ستي معك. يلا يا أم طارق. شفعولة ما بصيرش لأنها بنمسحها غير جاجة كاملة يعني. لازم جاجة كاملة عشان تعرفي ليش السبب. تابعي معانا. يلا تحياتي لك ستي الكل. أهلا وسهلا فيكي. شكرا لك يا أم طارق. دورة معلبة. بعد الدورة المعلبة يا أم طارق حطينا شدر أحمر جيرماني ألماني لأنه كتير طيب وما بيخرب لك ملوحة الخلطة. بعدين حطيت نوع جبن موزاريلا وحاولي اختاري نوع منيح بعيدا عن المرار والزيوت. ملح وفلفل أسود. هاي ملح. شكرا لاستخدامكم شبكة زين. الله يرجى الانتظار. شكرا لاستخدامك مطبخ يوم جديد. انطلقي إلى الفيسبوك الآن. حطينا جبنة شدر موزاريلا الدورة معلبة بالإضافة لملح وفلفل أسود ورح نكمل مع الملح والفلفل الأسود برشة جوزة الطيب اختياري بس كتير بتلبق مع الأجبان. اتفقنا؟ معك يا أمي. اتفقنا. يوم. بدهم دوالي وبدهم منسف وبدهم كبة. حاضر. يسعد صباحكم جميعا. تالا يسعد صباحك يا رب. إخلاص بدر يسعد صباحك. أنتي الأمارة شكرا. ابتهال كمان يسعد صباحك. حاطت لنا فنجان قهوة وشوكلت. يسعد صباحك يا رب. يلا نقول صباح الخير لهديل. يلا. ألو صباح الخير. يسكو. كيف حالك يا هدولة؟ منيحة الله يسعدك. شو كيف الوصفة اليوم معك؟ على كيف كيفك؟ عن جد من الأكثر بعينة. حسيتي إنه صعب تقطيع الجاج ولا لا؟ هو صعب. نعم. صباح الخير يا هديل. صباح الخير. شوف هلا قولي يا ستي فيش إشي صعب عليكم والله انتو سيد من عمل. هي علا بس قولي يا رب كلنا زيها. يعني انا اذا بدي اقطع الدجاج يمكن اقعد يوم كامل علا وانا لا احنا ما رح نتغدى. لا احنا ما رح نتغدى انا عارفه. حبيت احكي لك شوف علا امبارح عملت البسبوسه. عملتي البسبوسه شو صار؟ طيب طيب كثير كثير. صحه وهنا والف عافيه امر. صحه بالعافيه. اساعدك احرك ال شكرا لك على حبيبه قلبي. يسعدك. هلا يا أمر. الله يسعدك. هلا حبيبتي. تمام. إذا إحنا حطينا شبكة الخيوط تاعت الفرن موجودة. بعدين حملت قطعة الدجاج وبلشت هيك أصفصفها بروس أصابعي لميت اللحم مع بعضه عشان يصير في عندي بؤجة. هاي البؤجة رح تحمل الحشوة من الذرة وجبنة شدر والموزاريلا والملح والفلفل. ما أحلى ريحة الزبدة مع الفطر. ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب. بعدين رح ننزل بكفي. هبا يسلم إيديك يا ربي. هلأ رح تساعدنا هبا بالدجاج. رح أنزل الفطر المقلى مع الزبدة ما تعطي لون كتير عشان يضل فيه انسجام بالخلطة هون. هلا ايش الحشوة هبة ممكن يبدلوها يزيدوا ينقصوا؟ هاي حرية شخصية. يعني مثلا بدل الذرة ايش ممكن نحط؟ ممكن اجبان لحالها. ممكن تحط الخضار ميكس خضار مثلا تفرمها. ممكن اللي هي خلطة تخليني احكي ذرة وبروكولي واسبراغوس مثلا. يعني اللي بدك اياه. تمام. بعدين هاي الخلطة الحشوة يلا رح اروح احط بالوسط معك. معنا اتصال. صباح الخير. الله يعطيك العافية أختي. الله يعافيك يا رب. أختي بدنا بس إن شاء الله أنكم تتجاوبوا معنا. وعندنا أولادنا عندهم تحسس. أولادك عندهم إيش عفوا؟ ألو. تحسس القمح. تحسس القمح. الصوت مش واضح. هلا يا ابو احمد خليك معنا على الاتصال رح يتواصلوا معك شباب الجاليري. تمام. اذا احنا فردنا معنا الدجاجه وبعدين حطيت الحشوه وما تبالغي لانها كلها هيك رح تسرسح وتعبيها. اوكي هيني حطيت في السنتر هون بالوسط. بعدين بدك تنادي ابو العيال عشان يساعدك. رح نروح نجيب الجزء الصغير اللي هو مثلا صدر الدجاج. تمام. ونرجع نلقي عليه الجهه اللي جنبه. شايفة كيف أنا عم بطبقهم تطبيق فوق بعض. بعدين رح أروح أجيب القطعة الكبيرة عشان تقعد فوقها. مش أسهل نخيطها تخيط مثل الكرشات؟ ما رح ما رح يزبط. ما رح يزبط. طيب ماشي يا بتموني. والله جعبالنا كرشات وفوارغ. ماشي رأيك شي يوم أنا بقول خليها بنفسك لأنه الدنيا شوب. طيب هي الدنيا شوب. هي أكل شتوية صراحة. طيب شايفين ها برجع ببعد الخيط
وبعدين بجيب هاي القطعة الكبيرة وبروح فيها فوق اللي أنا عملتها بهذا الشكل، وصار في عندي شو؟ صار في عندي بؤجة. بعدين رح أروح أجيب الخيطين اللي بعكس بعض، أوكي؟ وأربطهم. يلا سيدي معك بالخدمة، حاضرين. رح أجيب هاي بعكسها، مش عكسها، هاي اللي بعكسها. رجعنا تواصلنا مع أبو أحمد. أبو أحمد صباح الخير، راح الاتصال. تمام، كان عم بسألنا تحت الهواء أبو أحمد، أولاده عنده حساسية من القمح. نعم. حابب يسأل الشيف علا عن الأكلات المناسبة لأولاده. هلأ دائما أبو أحمد أخونا وحبيبنا، سيدي بدك تلجأ لكل شيء جلوتين فري أو كل شيء خالي من اللي هي اللي عندهم حساسية القمح. إلجأ دائما لكل شيء يعني خالي ومهم من الجلوتين ويكون جلوتين فري. ولكن أنا بكرة للتنويه في معي أخصائية تغذية في المطبخ، ورح يكون مطبخنا صحي، ورح نعمل طبق صحي، ورح نعمل كمان صحن تحلاية صحية. وإحنا كمان أبو أحمد استضفنا كتير أخصائيات تغذية حكوا بهذا الموضوع. تقدر تفوت على اليوتيوب يوم جديد وتكتب أخصائية تغذية أو الأطعمة للأطفال اللي عندهم تحسس من القمح. نعم يا أمر. هلأ هون أنا عم بربط كل واحد بعكس الثاني عشان إيش؟ يمسك لي الدجاجة. هلأ بصفي عندي هون، أيوة تمام، من ألمانيا عم بيصبحوا علينا. سميرة يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك. أبو حاتم يسعد صباحك يا رب. أم خالد يسعد صباحك. مرام يسعد صباحك. الله يسعدها. سهى بتقول لك والله إشي بشهي. نعم. يلا معنا صبا، نقولها صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك يا صبا؟ الحمد لله تمام، كيفك وأخباركم؟ اسمك حلو كتير. حبيبة قلبي شكرا، كلكم ذوق يا حبيبة قلبي. تفضلي، هاي الشيف معاكي. ما شاء الله عليكم نشاط وحيوية على الصبح، عن جد إشي بفتح النفس. حبيبة قلبي أشكر كتير كتير مدام الشيف علا على الشغل اللي بفتح النفس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليكم، ويعطيكم ألف ألف عافية. وأنا بديش أسأل عن طبخات، ما شاء الله عليكم، بس عن جد بدي أتشكركم على جهودكم. والصبية هذه اللي بتجنن على الصبح، أم الشعر القصير، مش عارف شو اسمك، بس أم الشعر القصير اسمها هبة مرعي. وأنا اسمي أم الشعر القصير. الله عليك حبيبة قلبي يا صبا، ما أحلاكي وما أحلى كلامك. أنت عن جد كلك طاقة وكلك حيوية، وشكرا لإلك. طول ما أنتوا الأشخاص موجودين بحياتنا إحنا بنعطي من قلبنا كل إشي، عن جد. أكيد طبعا. الله يسعدك، شكرا شكرا شكرا. هلا ست الكل، شكرا على اتصالك. تمام، حطينا قنبلة الدجاج ولفيناها وحطينا كل خيط بعكس الثاني ولمينا كل واحدة من هون لحتى صار في معي أنا طابة من الدجاج. هلأ رح أعمل لها خلطة خارجية. هذا دجاج، طب من جوا أنا بهرتها ومن برا هذا إيش شو طعمه؟ ما بدي أكل أنا دجاج ني، أنا بدي أكل لقمة متكتكة زي ما بقولوا. حطينا زبدة مذابة هيها، بعدين رح أنزل عليها معلقة من العسل. العسل فيه سكر، رح يعمل مع حرارة الفرن كارملايز، رح يعمل كارملة، وكمان بيعطيها لون ذهبي مستحيل تغمق معاكي. بعدين رح نحط ماسترد اللي هو الخردل اللي هو صاحب المايونيز، لونه أصفر. مش رح أكتر كتير، فيه خل رح يعطي طعم رهيب، بالإضافة إلى البابريكا الخشنة مطحونة طحنة أولى. احكي للعطار اعطيني بابريكا خشنة بدي اياها للتحمير عشان تعطيكي شكل حلو. وبعدين رح احط ملح وفلفل. معك يا قمر. روعة صراحة، وهيك اشي جديد. يلا معنا اتصال، معنا اناهيد. صباح الخير. صباح الورد، احلى مذيعة. يسعد صباحك يا رب. هاي حبيبتي انتي الحلوة، واسمك الحلو يا اناهيد. مقدمة يا حبيبة قلبي. الله يسعدك. صباح الخير شيف علا. يا صباح العسل والفل والياسمين، يا هلا. شو هالاكلات يعني كل يوم بدي اضلني احكي معك واحكي لك اكلاتك بتشهي. شفتي والله غير اضل وراك ولما شو. ما في دايت خلاص مع علا اليوم قنبله. امبارح اختي امل سوت طنية السمك على طريقتك بتشهي. يا ريت وصحه، انتم البركه طبعا. اكيد لمساتكم لا غنى عنها، اكيد هذا شيء مفروغ منه. وجودك
وجودك بحياتنا بتجنن على فكرة حبيبتي. أنتوا البركة، هذا والله مكسب إلي الحمد لله، يعني اللي ربنا أنعم علينا. وشكرا للتلفزيون الأردني اللي أعطانا هاي الفرصة لحتى نتواصل معاكم بشكل مباشر. أكيد أبوي وإمي بيسلموا عليكي وبصبحوا عليكي، يسعدهم ويطول عمرهم، بوسي على جبينهم. الله يرضى عليكي، يسعدك حبيبتي. يسعد يا صباحهم يا رب، يسعد صباحهم والله يخلي لك إياهم يا رب يا أناهيد. يسعدك يا حبيبتي، شكرا لك. شكرا. تمام يا أناهيد، بعد اتصال أناهيد الجميل حطينا خلطة زبدة وعسل وماسترد وملح وفلفل والبابريكا الخشنة اللي أنت شايفتها، صار شكلها حلو. بعدين بروح بجيب شوي ها تكة من الماء، يعني تقريبا بفنجان القهوة بعيد عنها، بس عشان يعطيني جو ستيم تحت ورقة الزبدة، عشان يعطيني ورقة ستيم تحتيها شوي ها، شايفة؟ ويصير على درجة حرارة الفرن يغلي. راح تستوي معاي على درجة 250-300-350، هي بهذا قطع دجاجة، يعني تقريبا هي دجاجة. إذا فردتي اللحم كتير منيح وبستوي معاكي ساعة إلا ربع مع التحمير. أوكي، بس ما نزيد المي أكتر من هيك. لا لا، ساعة إلا ربع مع التحمير، وبتغطيها بورق فويل أو قصدير، طبعا تحتها بده يكون اللي هي ورقة زبدة فوقها، بعدين ورقة القصدير، لما بتستوي بحمرها. تمام؟ رح نطلع فاصل، وبعد الفاصل رح نقدم أنا وياكم قنبلة الدجاج بالأجبان من مطبخ يوم جديد. مش شكلها بشهي، لا ابدا ابدا. شوي مخرجنا نتأمل بالقنبلة بعدين ناخد السوشيال ميديا ملحقين. عن جد شم الريحة، مش طبيعي ريحة البهارات مع العسل وهيك دبقة قطعة الدجاج. أنا لسه عم بفكر بالجبنة اللي جوا الجاجة، هلا بدنا نشوف، هلا بدنا ندوق. لأنه طبعاً كتير بسمع أنه برا بيكون الأكل في مطابخ الشو نص استواء، هذا الكلام في يوم جديد مش موجود أبدا. عم بيحضرونا من دبي. أيوة. غيداء أو غادة، دقيقة أرجع على غيداء بالضبط، غيداء خالد، صباح الخير من دبي، اشتقنا للأردن للأهل دائما، نتابعكم وبنطبق طبخات الشيف علا. سعدهم. وما شاء الله عليك يا هبة بتنحبي وبتدخلي القلب. شكرا يا حبيبة قلبي، وإن شاء الله بترجعوا بأقرب وقت وبتشوفوا كل حبايبكم. طبعا أكيد. أم عمر التلاوي كمان، يسعد صباحك وشكرا على كلامك الحلو. ياسمين العتوم يا حبيبة قلبي، شكرا على كل كلمة، شكرا. خلينا نشوف، يلا نشوف، يلا نقول نشوف. صباح الخير لبشرة. صباح النور بشرة. يا بشرة كيف حالك؟ منيح الحمد لله. كيف حالك؟ طمنيني عنك. الحمد لله. كيف كنتي؟ الحمد لله. قولي لي شو رأيك بهالقنبلة؟ شايفة الجازة كيف؟ كيف علا القنبلة؟ يعني معها حق علا سمتها قنبلة. حبيبتي القلب فيك البركة، أهلا وسهلا، صباحك عسل. صباح الورد. هلا هلا يا ميت وردة، أهلا. الشيف معك يا بشرة، في عندك أي سؤال بتحبي تسأليه؟ لا بدي أتغزل فيها على طريقتي. اتغزلي يلا. يلا تغزلي. هذا المطبخ إلي، ما لازم يكون حدا غيرك نهائيا، هذا المطبخ اللي بيطلع منه الكلمة الصادقة، وأنا عن حالي بحكي جربت أكثر من وقت كلها ناجحة فعلا، الله يعطيك اللي يرضيك ويمسيك كل خير، وانت القنبله والصاروخ وبس. اخ منك بس، صباحك عسل كمان مره، راح امسك حالي. هذا الحكي عشان القنبله يا بشرى. لا عشان
حبيبة قلبي احنا بننبسط فيك كتير. يسعدك يا قمر، فيكم البركة وبزملائنا كمان البركة. يمكن انا اللي بطلع قدامكم، ها بتشوفوني بهالخمس دقائق بس، فريق عمل متكامل. يعني انا دائما بوصفهم بالجيش لانه احنا عددنا كتير اللي قائمين بالعمل، في ناس كتير خلف الكواليس بتيجي من الصبح عشان احنا نطلع لكم بصيرة حلوة، فلولاهم اكيد ما رح نطلع بهالصورة الجميلة. فتحية لك وللجميع ولكل حدا بيتعب وبشقى بمكان عمله، وشكرا لك على هالكلام الجميل. شكرا لك يا بشرى. شكرا. نعم. يلا يا قمر. طيب بس يا سلام على الخضرة لك. كيف اهم شيء البروكلي عشان شهد. منى علقم يسعد صباحك يا رب. انا الحمد لله منيحه شكرا لك. ام محمد كمان يسعد صباحك يا رب. ومين كمان مين كمان؟ ابتهال ابداع، ما في بعده ابداع يا شيف، لو سمحتي تعملي طبخه سبع دول. حاضر ابشري. ام احمد من الزرقاء صباح يلا. الخير ولكل اهلنا بالزرقاء. حبيبتي يسعدك. يسعدك يا رب. كيف حالك يا ام احمد؟ الله يسعدك. هالطل الحلوه يا هبه، يا حبيبتي نور بالنهدي يا هبه، يا حبيبتي عيونك الحلوه عيونك. ما شاء الله عليكي تنحبي ما شاء الله عليك. الله يسعدك يا رب. تسلمي كلك ذوق. ايش يا علا؟ ايش بعدين يعني؟ ما شاء الله قنبله من البس العياد الثقيل. لا يا حبيبتي بدنا نضعف يا علا. انتوا البركه. الله يرضى عنك يسعدك. يعني حرام عليكي. حبيبه قلبي انتوا البركه. الله يخليك. العافيه يا رب. وما شاء الله عليكي دائما مبدعه علا، يعني ما شاء الله دائما تفتحي فينا بأطعمة وشغلات، يعني ما شاء الله عليكي. حبيبتي احنا فقط هون يعني ها لنغير لكم جوكم ونساعدكم شوي بافكار. احنا لازم دائما العشره بس. لا احنا يعني العين ما بتلع الحاجب، انتوا بركتنا ابدا. حبيبتي الله يسعدك يا علا. هلا يا حبيبي يعطيكوا الف عافيه. الله يعافيك قلبك. هلا هلا حبيبي. طيب انا هيك خلصت صحني. طب انا بدي اخذ الصحن واروح. بعتذر يعني منك مش حقدر اكمل الحلقه. مرفوض كل هالكلام الحلو. بدك تاخذي الجاد كمان. طيب كم واحد اطلعها اورجيكم شكلها عشان تشوفوا لي اياها فوق. ودائما فكره واحده بسيطه بتقلب لك كل مطبخك. ولكن اسمعي هو مجرد دجاج. بما انه حركه تقطيع الدجاج وسحب العظم واللي عملناه بالبدايه مش كل سيده بتقدر تعمله، بنقدر الدجاجه زي ما هي مثلا بعظمها نعمل هاي الطريقه؟ بصير يا قمر. بصير. نعم. صح 100%. اشكرك على هذا السؤال. اللي نفسها لا تقصري بحق حالك، سوي لاولادك اللي بدهم اياه. المهم الحشوة هاي زاكية بس لأنها مسحبة بصراحة. دائما في ستات عندها يعني مشكلة أسهل بالأكل وأطيب. خصوصا اللي حماتها عندها، أمها عندها مقيمة. يلا لعلا. يلا معانا علا. صباح الخير يا علا. علا يا علا. ألو صباح الورد. كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخباري؟ الحمد لله تمام. كيف القنبلة؟ والله القنبلة بتسلم عليك. هي مشخصة قدامك على الشاشة. يا ريت تفهم الريحة يا علا. والله بتشهي كثير بتشهي. حبيبتي صباحك ورد وشكرا على اتصالك الجميل يا قمر. الله لو سهله فيكي حبيبتي. سؤال قمر، البهارات بتحبي تكثري على الدجاج كثير بهارات؟ بصراحه لا تكثري، بهمني نكهه وريحه. مشان هيك في كثير ستات بتلاقي عندها الدجاج واللحمه لونها غامق لانها كثير بتكثر بهارات وبضيع لحم طعم اللحم الاساسي. فغلط. لا انت خلي ايدك ميزان. اهلا وسهلا فيكي شكرا على اتصالك.